بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هللويا هللويا هللويا. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. ميلاد سيدنا يسوع المسيح تدبير إلهي خلاصي نجد فيه من محبة الله ما فاض، حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكل لا يهلك كل من يؤمن به بل ينال الحياة الأبدية. لقد ذهل المجوس الثلاثة عندما رأوا نجما ساطعا جدا، فتتبعوا هذا النجم حيث المذود الذي ولد فيه يسوع الطفل، فقدموا له الهدايا ذهبا ولبانا ومرا. حينها دكت أجراس الميلاد برنين الفرح إذ أشرق فجر الميلاد المجيد بولادة المخلص، ووصلت البشرى لجميع أنحاء المسكونة، وعم السلام بميلاد الفادي العظيم. فما أجمل أن نتوج جميع مظاهر عيد الميلاد المجيد بصلاة مرفوعة بقلوب مؤمنة إلى الله ليمنحنا النعمة والبركة والسلام، وليقي العالم من الحروب والويلات، وليجعل من نفوسنا شجرة ميلاد المجيد مزينة بالفضائل فتجل المحبة والتفاؤل والسلام في العالم مرنمين المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. وفي الناس المسرة وبهذه المناسبة السعيدة أقدم مع جميع أفراد العائلة أحر التهاني والتبريكات لجميع الأهل والأقارب من عشائر سمير وسميرات وعشائر الفحيص عامة، ونقدم خاصة أطيب التهني وأحلى الأماني لأسرة سميرات دوت كم مع الشكر الجزيل لما تقدمه من خدمات للعشيرة وتجعل بينهم التقارب ممكنا وسهلا، متمنيين للجميع عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة ملؤها السعادة والهناء، وكل عام وأنتم بخير. هللويا 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 وكل عام وأنتم بخير. وأخيرا أختم هذه الكلمة بأنني سعيد جدا لوجود أولادي حولي في بيتي، أولادي وأولادهم متمنيين لهم طولة العمر والسعادة والهناء، والله يعطيهم الصحة والعافية.